سلاح العقوبات أداة ضغط جديدة من الغرب على طرفي الصراع في السودان. بريطانيا تقر أن الهدف من العقوبات الأخيرة التي فرضتها على مؤسسات يسيطر عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هدفها الضغط على الأطراف المعنية للانخراط في محادثات السلام. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيوداً على التأشيرات على السودان بعد فشل طرفي القتال في الالتزام بوقف إطلاق النار. هل تنجح سياسة العقوبات الغربية في الدفع نحو محادثات سلام سودانية؟ وأي دور خارجي مطلوب لتأمين حد أدنى من التفاهمات في السودان؟ للمزيد تنضم إلينا من القاهرة أستاذة القانون الدستوري والدولي الدكتورة زحل محمد أمين، ومن لندن الكاتب والباحث السياسي حميد الكفائي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد حميد، حيث أنت في لندن وحيث قرار العقوبات على الكيانات في الجيش السوداني وأيضا في الدعم السريع، يعني ما مدى فاعلية هذه العقوبات برأيك، وما الأهداف المتوخات منها؟ تحية لك أستاذ سامي وللمشاهدين والدكتورة الضيفة. في الحقيقة هذه العقوبات مهمة جدا، لأنها استهدفت شركات لتوريد الأسلحة إلى السودان وشركات بمئات الملايين من الدولارات. مثلا إحدى الشركات تربح ملياري دولار في السنة. هذه شركات مهمة وقوية، ويعتمد عليها الطرفان في استيراد الأسلحة وفي التمويل. لذلك فإن هذه العقوبات سوف تترك أثرا، ولكن إن تمكن الطرفان من أن يجد متنفسا آخر غير بريطانيا، عندئذ الحرب سوف تتواصل. لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين الدول المختلفة من أجل الضغط على قائدي النزاع كي يجلسا معا ويتحدثا ويحلا المشكلة. هذا أحد الشروط، والشرط الآخر هو أن يسمح بالمساعدات الإنسانية، أن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني. هذه من الشروط التي وضعتها بريطانيا مقابل رفع العقوبات، لكن هذه العقوبات باقية وسوف تتوسع بمرور الزمن إن لم يستجيب الطرفان. دكتورة زحل، ما رأيك، إلى أي حد هذه الإجراءات قد تدفع طرفي النزاع للجلوس لطاولة المفاوضات ووقف هذه الحرب العبثية كما يتحدث البعض؟ مرحبا أستاذ، مرحبا مشاهدي قناة سكاي نيوز. بالفعل يعني هذا سؤال مهم جدا، عن مدى جدية هذه العقوبات ومدى فاعليتها في وقف الحرب تحديدا التي تدور الآن في السودان. سلاح العقوبات هو كسلاح مجرد ظل يستخدم يعني منذ فترة طويلة في القانون الدولي وفي العلاقات الدولية للضغط على أطراف، وبالذات في النزاعات المسلحة، لكي يعني على مبيعات السلاح وعلى القدرات المالية لأطراف النزاع للحد من الصراعات وللحد يعني من ولإيقاف أو الحد من الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الأشخاص ضحايا هذا النزاع. وبالفعل يعني وفقا لما ذكرته، فقد أعلنت اليوم بريطانيا وتحديدا على لسان وزير خارجيتها اليوم بأن الهدف من هذه العقوبات، وهذا ما يعني يتزامن مع سؤالك، إنه الهدف من هذه العقوبات تخفيف المعاناة عن ملايين من الأشخاص في السودان. إذن هذه العقوبات الهدف منها كما ذكروا إنه هي موجهة في الأصل لشركات بريطانية وبنوك وأفراد بريطانيين يعني الحد من التعاملات أو منع التعاملات مع أطراف النزاع الآن في السودان، وفرض قيود على الأموال التي تمتلك أطراف النزاع لدى البنوك البريطانية والمؤسسات المالية البريطانية.
وهذا بالفعل قد يؤثر تأثير كبير على مقدرة أطراف النزاع في استمرار الحرب وفي شراء الأسلحة وفي والمعدات القتالية. طيب. وفي في قدراتهم اللوجستية على الأرض، وهذا يعني قد يعني يؤدي إلى أن يعني يستجيب الأطراف للمناشدات الإنسانية وأن ينخرطوا في عملية جادة لإحلال السلام ولوقف الحرب ولمعالجة الانتهاكات الإنسانية العديدة التي نتجت عن هذه الحرب العبثية، والتي أسماها رئيس مجلس السيادة في السودان بنفسه أنها حرب عبثية، والتي أسماها أيضا طيب. رئيس قائد الدعم السريع بأنها حرب ليس فيها منتصر وإنما هي حرب خاسرة. ولذلك يعني بما أنها وصفت هذا الوصف من قبل أطراف النزاع أنفسهم، فمن حق المواطنين السودانيين الذين انتهكت حقوقهم بطريقة سافرة جدا أن يعني ينعموا بالسلام مرة أخرى وأن طيب. يركن أطراف النزاع إلى العقل وإلى التفاوض وإلى حلحلة يعني تبعات هذه الحرب. أستاذ حميد، يعني هذه العقوبات ومسلسلها ليس جديد على السودان، سبق وأن فرضت عقوبات قاسية على السودان. إذا ما نظرنا إلى هذه التجربة الطويلة، هل يبدو أنه أثبتت جدواها برأيك أم لا يقدم ولا يؤخر في شيء؟ هذه أداة مستهلكة. العقوبات يعني وسيلة ناجعة خصوصا في مجال حظر الأسلحة وحظر التمويل، هذه في غاية الأهمية لأن الطرفين يحتاجان إلى الأسلحة كي يواصل الحرب. لذلك فإن منع الأسلحة عن الطرفين سوف يساهم، سوف يجعلهما يفكران جيدا بحل النزاع حلا سلميا، لأنه لا طريقة إلى حل النزاع سوى بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولكن أستاذ حميد، يعني ألا يوجد لهذه الأطراف طرق للتحايل على هذا النوع من العقوبات؟ هذه أطراف يعني تعرف كيف تؤكل الكتف، وبالتالي ربما هناك أطراف تغذي هذه المجموعات أو تلك في السودان. نعم هذا ممكن، ولكن لا يمكن للعالم أن يجلس متفرجا على ما يجري في السودان. هناك كارثة إنسانية، 3 ملايين إنسان فروا من ديارهم، أكثر من 200 شخص فروا إلى خارج السودان، آلاف القتلى، 25 مليون متضرر في السودان. هذه حرب يمكن أن تنتشر إلى دول أخرى، مصر خائفة، الدول الأخرى كلها خائفة من انتشار هذه الحرب. لذلك يجب أن تكون هناك خطوات من أجل الضغط على الأطراف المتحاربة، وهذه العقوبات التي فرضتها بريطانيا اليوم مهمة جدا من الناحية المعنوية ومن الناحية اللوجستية، وأعتقد بأنها سوف تؤثر على مجرى الحرب. وقبل العقوبات البريطانية كان هناك عقوبات أمريكية أيضا، ودعني أسأل دكتورة زحل في هذه النقطة، إلى أي حد هذه بداية لمسلسل عقوبات دولي من أجل فرملة هذا الصراع؟ هذا السؤال جيد. بالفعل يعني المسائل تتجه من ناحية هذه العقوبات تتجه في هذا الطريق الذي ذكرته الآن. بدأت العقوبات الأمريكية وفرضت نفس الحظر على نفس الشركات، اليوم هي نفسها الشركات التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات. أتت اليوم بريطانيا وفرضت يعني عقوبات على نفس الشركات من أمثال شركة الجنيد المملوكة للدعم السريع وشركة منظومة الدفاعات الصناعات الدفاعية في السودان وشركة زادنا وشركة ماستر تكنولوجي، هي نفس الشركات، 3 شركات من الدعم السريع و3 شركات. ولكن يعني بالنظر إلى الوضع الإنساني ومدى يعني فاعلية هذه هذا الحظر، السكان السودان البالغ عددهم حوالي 45 مليون أو يتراوحون بين 40 إلى 45، الآن 25 ما يزيد على 25 منهم أصبحوا
محتاجين لمساعدات حسب منظمات الإغاثة العالمية والأغذية العالمية. 3 ملايين لاجئين، 3 ملايين نازحين، ما يزيد على 1 مليون لاجئين، الإحصائيات أحيانا ليست دقيقة، ولكن هذا الوضع الحالي. وبالتالي هذا الوضع قد يعني الإنساني المردود، يعني مردود هذا الوضع من المجتمع الدولي هو كما ذكرته أنت بالضبط، أن المجتمع الدولي دائما يسير في رقب يعني الدول العظمى. الآن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تبعتها بريطانيا وبنفس الأسباب. الآن عندما بررت اليوم بريطانيا العقوبات التي فرضتها على السودان كانت هي نفس التبريرات التي يعني ذكرتها الولايات المتحدة عندما فرضت العقوبات. ولذلك يعني هذه يعني هذا اتجاه الآن المجتمع الدولي، وهو من الأسلحة الناجعة جدا. ولكن يعني الآن هذه العقوبات يجب أن ننظر لمسألة مهمة جدا فيها. العقوبات التي فرضت على شركات يملكها الجيش السوداني هي شركات شركات تمتلكها المؤسسة العسكرية، الجيش منظومة الصناعات الدفاعية السودانية فرضت تمتلكها وزارة الدفاع السودانية، نعم. يمتلكها الجيش السوداني، أو ولكن العقوبات التي فرضت على الدعم السريع هي شركات مملوكة لأفراد اللي هي مملوكة لقائد الدعم السريع اللي هو محمد حمدان دقلو بصفته الشخصية أو مملوكة وبالتالي هنالك فرق بين أن تفرض يعني بالعقوبات كمؤسسة أو لجهات شخصية. على الرغم من المردود واحد أن هذه الأموال جلها يذهب إلى التسليح ويذهب الى يعني اللوجستيات اللوجستيات، ولكن شخصيه مثل شخصيه الصراحة. حمدان دقلو هل يمكن ان ينصاع سيده زحل، هل يمكن ان ينصاع لمثل هذه الضغوطات؟ هذا الرجل يمتلك ثروه طائله جدا، يمتلك ثروه طائله جدا، ويعني المؤسسة يعني يقول الدعم السريع الآن يمتلئ عبر الأشخاص أو أفراد، لأنه سمة الثراء المملوك للدعم السريع هو مملوك لأفراد من عائلة واحدة تقريبا. وهؤلاء الأفراد الآن يعني أصبحوا يتمتعون بسطوة ليست من ناحية الأموال فقط، لهم علاقات خارجية مع دول داخل الإقليم أو في الجوار الأفريقي أو خارج الجوار الأفريقي، يعني حتى امتدت لدول مثل روسيا مثلا أو منظمات يعني تحارب مثلا يعني زي مثل فاغنر وغيرها، يعني بعض المنظومات خارج إطار الدول، المنظومات التي تحارب خارج إطار الدول مثل شركة فاغنر التي يعني دربت كثير من أفراد الدعم السريع. طيب. وهنالك علاقة يعني. وبالتالي يعني مسألة يعني آل دقلو ومسألة الثراء المملوك هي مسألة خارج إطار المؤسسات الدولة، يعني مسألة شخصية. وبالتالي يمكن أن يكون هنالك موارد يعني للدعم السريع أو للأسرة غير مرئية الآن، وقد تساهم هذه الموارد أيضا في تأجيج الحرب. طيب. وفي الحصول على الأسلحة والحصول على المعدات القتالية خارج إطار المؤسسة، هذا هو المخيف. وبالتالي يجب أن يعني تنظر إلى مسألة العقوبات في إطار عام، وفي إطار يعني يعالج المسألة، ليست يعني يؤجج الصراع أكثر في السودان ولا يسهب في مصلحة أحد أفراد يعني أفراد الصراع. نقطة مهمة جدا، تدرس المسألة باعتبار نعم تفضل. نقطة مهمة جدا أثرتيها دكتورة زحل، وأريد أن أسأل سيد حميد فيما يتعلق بالمصادر الخفية، وهذا إن حصلت عليه هذه الأطراف فإنه ستكون لهذه العقوبات لا أثر يعني، وبالتالي نتحدث عن فشل هذه العقوبات. في حال فشلت هذه العقوبات الغربية، أي إجراءات قد تتخذها هذه الدول الغربية من أجل زيادة الضغط على أطراف النزاع؟ نعم، هي هذه العقوبات ليست كافية وحدها، لأن الطرفين بإمكانهما أن يحصل ربما على أسلحة، خصوصا وأن الحرب هي ليست حرب بين دولتين، هي حرب بين مجموعتين عسكريتين داخل البلد الواحد. هذه عقوبات أولية، والبحث جاري
حول إمكانية فرض المزيد من العقوبات إن اتضح أن هناك شركات، أن هناك متعاونين، أن هناك جماعات تساعد أحد الأطراف. طبعا بريطانيا وأمريكا ساويتا بين الطرفين، علما أن الدولة السودانية يمثلها البرهان ويمثلها الجيش يعني رسميا على الأقل، ولكن مع ذلك العقوبات لا تفرق بين الطرفين لأنهما يتحاربان، لأنهما تسببا في الإضرار بالشعب السوداني، في زعزعة استقرار المنطقة. لذلك هذه العقوبات هي محاولة للضغط على الطرفين كي يفكرا جيدا، لأن الطريق أمامهما ليس سهلا، وأن المزيد من العقوبات سوف تفرض عليهما. ولكن المطلوب هو تضافر جهود الدول المحيطة بالسودان بالإضافة إلى المجتمع الدولي ككل من أجل الضغط على هذين القائدين. ومن أساليب الضغط أستاذ حميد، اسمح لي على المقاطعة هنا، البعض يتحدث عن تلويح بعض الأطراف الدولية بنشر قوات أجنبية على الأراضي السودانية. دكتورة زحل، مثل هذا الخيار هل يضغط بشكل أقوى من سلاح العقوبات؟ دعنا نواجه الواقع في السودان. نحن منذ العام 94 يعني العقوبات ليست جديدة على السودان، سلاح العقوبات. دعنا ننظر إلى جدوى هذا السلاح وإلى أي مدى كان فعالا في السودان. من خلال التجربة السابقة فإن سلاح العقوبات التي فرض على السودان لم يؤثر على الأشخاص الذين فرض في مواجهتهم هذا السلاح، فرض في مواجهة الأخوان المسلمين وفي مواجهة حكومة البشير، ولكن الشعب السوداني على مستوى يعني المؤسسات الإنسانية وعلى مستوى الشخصي عانى كثيرا يعني من هذه العقوبات. طالت الشعب السوداني في احتياجات يعني مثل احتياجات المستشفيات والتكنولوجيا والإنترنت والجامعات أكثر مما نالت أفراد الذين وجهت العقوبات في مواجهتهم، وقد أثروا ثراء فاحشا من هذه العقوبات. وبالتالي أنا يعني أطلب يعني أرى أن المجتمع الدولي يجب أن يصنف هذه يعني هذا السلاح تصنيفا دقيقا وحسب متطلبات الواقع الآن في السودان. ومتطلبات الواقع الآن في السودان يعني طرفي الصراع من ناحية الانتهاكات ليس في يعني في نفس المركب. في هنالك انتهاكات يعني طالت حتى المواطنين العاديين ارتكبت من قبل مثلا قوات الدعم السريع التي تحتل الآن منازل المواطنين وبيوتهم وشركاتهم والمستشفيات. طيب دكتورة العامة زحل، والجيش خيار القوات الأجنبية هل هو حل الطيران باختصار في المواجهة المدنية؟ ليس حلا لعدد من الأسباب. أولها أن نعم وجود قوات أجنبية هو في نفسه يولد تعقيدا جديدا. الصورة واضحة دكتورة زحل، يعني وجود هذه أنا أشكرك جزيل الشكر. نعم يعني نعم. دخول القوات الأجنبية سيولد مزيد من التعقيدات. أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتورة زحل محمد أمين، أستاذة القانون الدستوري والدولي، كنت معنا من القاهرة. وأشكر أستاذ حميد كفائي، الكاتب والباحث السياسي من لندن.